رحب بحضراتكم معانا مرة تانية. مفيش شك إن مصر عملت إنجاز حقيقي وعملت شغل رائع وراقي، مش بشهادتنا لكن بشهادة العالم كله، من ساعة لما تم وصف الافتتاح الخاص ببطولة أمم إفريقيا إنه افتتاح أسطوري، ومشهد التأمين والتنظيم، ومرورا طبعا يعني أحداث المباريات كلها أو أحداث البطولة، وجود الجماهير بشكل مشرف ولائق، تجربة تذكرتي اللي سهلت الأمور واستمراريتها بعد كده إن شاء الله، بنية أساسية، استادات، الملاعب، الطرق، كل ده حصل كمان في وقت قياسي. مصر رئاستها للاتحاد الإفريقي واستضافتها لأشقائنا الأفارقة في قلب القاهرة، دي برضو رسالة. إيه المكاسب اللي مصر حققتها من تنظيم البطولة دي؟ إحنا مش هنتكلم على مستوى إن هو حدث رياضي وبس، مش هنختصر الموضوع في الكلام ده وفي المنتخب المصري وفي أدائه، لكن أنت قدمت شيء رائع وشيء راقي، إزاي تبني عليه؟ إزاي المكاسب اللي حققتها وهي طبيعتها إيه؟ إزاي تستثمرها أكتر في الفترة اللي جاية؟ ده باختصار محور نقاشنا مع ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الحياة اليوم، وحاولنا إنه يكون في تنوع كمان على المستوى السياسي وعلى المستوى الرياضي وعلى المستوى السياحي بالتأكيد. معنا على في الاستوديو معالي السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه، مشرفنا معالي السفير، اهلا وسهلا بحضرتك. الخبير السياحي استاذ عاطف عجلان، عضو غرفه شركات السياحه، مساء الخير يا فندم. دكتور طارق الادوار، الناقد الرياضي، اهلا وسهلا بحضرتك دكتور طارق، اهلا وسهلا بيك. نبتدي الاول سياسه معالي السفير. ما بين مصر في 2013 كانت عضويتها مجمدة في الاتحاد الإفريقي وصولا ل 2019 وتنظيمنا لهذه البطولة وإشادة الاتحاد الإفريقي والكاف والجماهير الإفريقية وانطباعهم، إيه المكسب اللي اتحقق؟ كنا فين وبقينا فين في النقطة دي؟ ما في شك إن في مكاسب كثيرة جدا، المكاسب يعني متنوعة، هناك مكاسب يعني تؤكد على إن مصر تتمتع بأمن واستقرار، يعد يعني نموذج لأي دولة تستطيع أن تنظم مثل هذا الحدث. هناك أيضا مكسب يتعلق بالجانب السياسي، أيوة. فأثبتت مصر أنها دولة تستطيع أن تنظم مثل هذا الحدث في جو يخلق نوع من العلاقات الطيبة في الإطار الشباب، باعتبار أن ده حدث رياضي يتعلق بالشباب، ونربطه أيضا بمنتديات الشباب التي عقدت سواء على مستوى مصر أو مستوى الأفريقي أو المستوى العربي ثم على مستوى العالم. أيوة. هناك أيضا مكاسب اقتصادية يعني فيما يتعلق بالسياحة بصفة عامة، وهذا المناخ يؤدي أيضا إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات عديدة عندما نتحدث. غير المكسب الاقتصادي، خلينا الأول مع الجانب أو المكسب السياسي مع السفير. أنا مصر إنها كنا بنقول عايزين نعود في قلب القارة الإفريقية، يكون امتدادنا وده أمننا القومي وعلاقات طيبة ومصلحة متبادلة ومصلحة مشتركة والكلام. لأي مدى أنت بتشتغل إنك مش بس على مستوى القادة والحكومات لكن بتقرب بين الشعوب؟ يعني دي قوة ناعمة برضو عندك الرياضة. ده بيبقى انطباعها إيه وإزاي تبني عليه بعد كده؟ وزي ما قلت لحضرتك يعني إحنا بنتكلم على قطاع الشباب. واهتمام مصر بالشباب حتى من الناحية السياسية. فهذا الحدث يقوي من العلاقات الشعبية. أيوة. بين مصر وبين كافة الدول الأفريقية في الإطار الشباب. هذا الحدث بالقطع فيه رسالة واضحة جدا لكافة الدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالفرق الرياضية اللي جات والجمهور اللي جه من كذا دولة، دول في الآخر بيرجعوا بيعكسوا ما رأوه في القاهرة في كافة المجالات، سواء من حيث الأمن، من حيث النظام، من حيث الإمكانيات والقدرات. طب بحكم خبرة حضرتك وتخصصك في المجال ده، أكيد أنت مهتم أنك تشوف الانطباعات في الدول الإفريقية، وسائل الإعلام الإفريقية تناولت الحدث إزاي، شهادتهم عن مصر، إيه أبرز حاجة أو اللي حضرتك وقفت قدامه قوي من الكلام اللي اتقال؟ هو في الواقع أن أجهزة الإعلام في القارة الإفريقية أشادت إشادة غير عادية، فكانت بمثابة نوع من الدعاية السياسية وبما في ذلك الجانب الاقتصادي والأمني. نعم. بالنسبة لمصر، وحتى قيل أن النظام، أن النموذج اللي قدمته مصر في تنظيم هذا الحدث وما تحقق من نتائج إيجابية فيه أصبح زي معيار يمكن أن يحكى، يعني يتخذ لأي حدث قادم في أي دولة. قال لك كمان ده هيصعب المسألة على أي حد يجي بعدين ينظم البطولة. عشان نقارن بقول يعني هل مستوى الحدث إذا حدث في قارة في دولة أخرى كان على نفس المستوى بتاع مصر ولا كان
اقل ولا يعني كنموذج اصبح نموذج يحتذى به. طب قصه الاراده انك انت برضو ما كنتش انت اللي هتنظم البطوله واستدعيت للمهمه دي او انت اخترت تصدرت ليها وفي 3 4 شهور عملت ده كله. هي ده يؤكد على قدرات مصر وامكانياتها في تنظيم الحدث في وقت قصير. يعني انا اعلم يعني فيما يتعلق باختيار مصر او تقدم مصر انها تتولى هذا الموضوع، كان هناك حوالي 15 صوت ضد صوت واحد. 16 ضد صوت واحد. 16 لمصر. فده معناه ان هناك ثقه كبيره جدا في قدرات مصر وامكانياتها ان تنظم الحدث على هذا المستوى في فترة قصيرة جدا. وعلاقة مختلفة بين مصر والدول الإفريقية عن ما سبق. يعني في إمكانيات مصر فيما يتعلق بإعداد الملاعب والحاجات اللوجستية والتحضير وموضوعات الأمن ونظام تذكرتي. تمام. هنرجع يعني بقى نتكلم في التفاصيل دي. أنا هسيب الفلوس للآخر السياحة. الرياضة الأول بقى شوية. تنظيم البطولة. إيه المكاسب اللي إحنا خدناها من التنظيم ده؟ يعني وبرضو إيه أبرز الحاجات اللي شفتها في التنظيم؟ زي ما الكتاب بيقول، زي ما الجملة الشهيرة دي. مظبوط. شوفي، ما كانش حد متخيل ولا يمكن حد يتخيل ان لغاية ديسمبر اللي فات كاس الأمم الإفريقية حائرة هي في الكاميرون ارتفع عدد المنتخبات بتاعتها الى 24 دولة. 24 يعني نقول تقريبا 50% من دول افريقيا. تمام. خدي بالك ان كانت البطولة دي فيها 16، يعني 16 بالنسبة ل 54 دولة منضمة للاتحاد الافريقي يعني اقل قليلا من الثلث يعني. أيوة. انما لما بقوا 24 بقوا النص، يعني احنا في خلال شهر من الزمان كان عندنا نص افريقيا. نص افريقيا بمعنى الكلمه. نص افريقيا مش مجرد لعيبه بتجري على الملعب، ده جماهير جايه، رؤساء ولاعيبه ونجوم وقدامى وسياسيين ورؤساء وزراء ووزراء، يعني كم رهيب من السياسيين ومن الرياضيين جم مصر في فترة وجيزة جدا، وجم مصر كمان بعض الناس كسياحة خلال فترة البطولة. والسياحة الرياضية واحدة من أهم عناصر الجذب السياحي في العالم، يعني كل الدول اللي هي ملهاش في حاجة خالص، ملهاش أي قدرات سياحية في أي مجال، بتتلكك كده وبتمسك في الرياضة. يمكن كنا بره انا وعاطف بنتكلم على روسيا. روسيا كانت بالنسبه للعالم ايه قبل كاس العالم، وبقت ايه بعد كاس العالم. دي موضوع تاني. فإن إحنا تحولنا فجأة من ديسمبر مفيش حد هينظم، إلى من يناير لغاية يعني 5 شهور، إن مصر تقوم بهذا العمل يكاد يكون، عارفة، الكمال لله وحده. نعم بالله. إن ما حدث في التنظيم وفي الملاعب وفي الـ 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 وفي الشباب الجميل المتطوعين اللي كانوا موجودين، وفي الفكر في التنظيم وشكل الملاعب وجمال أرضية الملاعب وجمال المواصلات والانتقالات ووسائل الإعلام والرياضيين اللي جم عملوا على السوشيال ميديا رواج رهيب لمصر دون أي دولة أوروبا. بالظبط، دي سمعتها كتير. شيء فوق الوصف. يكاد يكون البقعة اللي حصلت في الثوب الابيض الجميل ده هو منتخبنا. يعني انت عارفه ايه قمه النجاح في كل شيء اقترنت للاسف بقمه الفشل في كل شيء. بس قمه النجاح دي ليه؟ لان دي البلد. خلي بالك، لو سبنا البطوله كبطوله، المنتخب كمنتخب، زائد التنظيم للمجموعه ديت اللي نظمت المنتخب، كان زماننا فشلنا فشل ذريع. انما احنا معانا البلد كلها. انا لا اقصد بالبلد القياده السياسيه فقط، ودي كان لها دور كبير جدا، بدليل ان اصبح الاتحاد الافريقي دلوقتي وبعد مصر ما نظمت نمره واحد في الملف. انت معاك ملف هتنظم، هات لي موافقات الجهات السياسيه. لان معنى اننا السياسه والبلد كلها واقفه ورا البطوله يحصل اللي حصل عندنا بالنجاح ده. فاصبح دلوقتي البلد كلها واقفه، البلد كقياده سياسيه، البلد كشعب، البلد كناس عاديه واقفه نفسها تفرح ونفسها جيك في وسط كل ده جه بقى ايه اللي هو الفشل بتاع المنتخب. فشل بتاع المنتخب، فشل اداري وفشل كله يخص كثيرة. اتحاد كوره. انما البلد، شوف البلد اما وقفت كلها عملت نجاح 100%. لما المجموعه ديت هي فضلت على البيروقراطيه والنظام بتاعنا القديم اللي هو ولا فكان حصل مصير. فشل ذريع. فهنا ده بقول لك بقى النجاح بتاع الرياضه في البطوله دي. ايه بقى اهم سمات النجاح؟
انت حضرتك لو بتتابع الدوري عندنا مسابقات، الملاعب هي اكبر عنصر من عناصر تقليل قيمه المسابقات بتاعتنا. يعني لو الدوري بتاعنا ده يساوي مثلا بنسميه في القيمه السوقيه 10 قروش، بسبب الملاعب يقل قيمته الى قرشين. حصل طفره رهيبه لدرجه ان ناس كتير من الـ من الـ من اللاعبين، حتى اللاعبين اللي جم في بطولات افريقيه يقول لك هي دي الملاعب بتاعت مصر، مش مصدقين. يكاد يكون، انا اقول لك، انا ما شفتش في بطوله اوروبا الاوروبيان شامبيونز ليج اللي فاتت اللي فاز بيها ليفربول ملاعب بجمال استاد القاهره، ملاعب بجمال المخرج بتاع اللاعبين في استاد القاهره، ملاعب بجمال شكل المدرجات في استاد القاهره، ملاعب بجمال الشكل اللي بنسميه التاريخ، العبق التاريخي بتاع استاد اسكندريه، ملعب زي استاد السلام اللي لسه كان بيستضيف مباريات لغايه قريب. اكنك قلبت الملعب، عارفه اتقلب، يعني اكننا ايه قلبناه ده، شلناه وحطينا ملعب تاني. اني اصدر صوره بلدي ويجي لي زي ما دكتور طارق كان بيتكلم مشاهير ونجوم وسياسيين وياخدوا صور تذكاريه يكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي اشاده بمصر باللي فيها بالشعب المصري، يروحوا يصوروا مع الاهرامات. انت بقى البعد الاقتصادي يا فندم ازاي ابني على ده، وازاي على المستوى السياحي انك زي ما كان دكتور طارق برضو بيتكلم عن السياحه الرياضيه، استفيد من ده ازاي واسوق لده ازاي صح؟ بصي حضرتك، احنا كقطاع سياحه طبعا بعتبر ان احنا الاكثر سعاده بقرار تنظيم البطوله الافريقيه، القرار في حد ذاته، لان انا بشوف انه يعني القدره على اتخاذ مثل هذا القرار كان شيء عبقري. تمام. فكره ان انت تتصدف لتنظيم في خلال 3 شهور مش بالنسبه لي هي دي اقوى حاجه. احنا الحمد لله دوله قويه وعظيمه وعندنا من البنيه التحتيه، يعني احنا سابقين دول كتير قوي في المنطقه المحيطه لينا وخاصه الدول الافريقيه. لكن ان انا زي ما حضرتك قلت كده بصدر صوره مختلفه تماما. انا بقالي 5 6 سنين واكشلي من 2011 عندي معاناه في القطاع السياحي بشكل، من ايام ثوره يناير وبعدين 30/6 والاحداث اللي مصر مرت بيها الفتره اللي فاتت. الصوره اللي كانت منقوله للعالم كله ان احنا بلد، والحمد لله ان دي كانت صوره، يعني بالنسبه لي انا كانت صوره جيده، ان احنا حجر عثره في تدمير منطقه الشرق الاوسط عن طريق الارهاب. فكانت الصوره اللي متصدره للعالم كله ان مصر تحارب الارهاب. النهارده خلال الشهر اللي فات ده الصوره اتغيرت تماما، واعتقد ان صاحب القرار اللي خد قرار تنظيم البطوله كان يقصد تماما الموضوع ده. ووصلت رسائل كتير جدا، لما يبقى عند حضرتك 24 دوله زي ما كلنا عارفين، هي مش بعثه جايه هتلعب لعيبه كوره هيلعبوا مباراه في الملعب وهيمشوا. لا، انت بتتكلمي ومش بس سياحه نمطيه ترفيهيه اللي كانت بتنزل على الغردقه او شرم الشيخ، وكان بعض الدول بتستخدم سياسه العصا والجزره في بعض الاحيان ان هي تمنع الطيران الشارتر لشرم او للغردقه او غيرها. اللي عايز اقوله ان احنا الحمد لله بعد تنظيمنا للبطوله دي وصلنا رساله للعالم كله، احنا دوله امنه جدا، عندنا شعب متحضر ومثقف. لا انت حضرتك قلت حاجه، احنا بنحارب الارهاب فعلا وما زلنا، لكن وهنفضل. مش في عموم مصر، انت برضو ان وسائل الاعلام كانت بتختزل المساله بالزبط. انه لا انت بس في مش في كل سيناء، حتى في مناطق محدده وما الى اخره، لكن انت بتحارب الارهاب لكن بتنمي البلد ومستقر برضو على المستوى الاخر بالظبط. لكن الاجمل من كده كمان ان حضرتك نظمت البطوله في القاهره وفي اسكندريه واسماعيليه والسويس بس، وفي اماكن عامه وسط الشعب المصري. فانت اهو بتقول بقى يعني انا امان بجد. مش بقول ان انا مامن الغردقه او شرم الشيخ او بعض المنتجعات، لا، ده بلد كامله امنه تماما. مش كام كيلو مش كام كيلو، ما فيش يعني حدث صغير جدا لله. اي حد في العالم اتكلم عنه. انا بجد بحيي الامن المصري بشكل كبير جدا. الصورة اللي وصلت للعالم كله تخلينا كلنا فخورين ببلدنا وتلقي علينا مسؤولية جامدة جدا، ان ما حدش دلوقتي عنده، ما ينفعش يقول انا مش عارف اشتغل. ما فيش حد في مصر كلها، مش بس على مستوى القطاع السياحي، بس على كل المستويات، يبقى عنده مستحيل. لان في خلال 6 سنين بعد صورة كانت بتنقل العالم بشكل بقت بتنقل الشباب الصغير اللي في اوروبا اللي متابعين الاساطير الكورة في العالم كله اللي بيشوفوا مو صلاح وبيشوفوا لعيبة افريقيا ومتابعينهم،
النهارده كانوا بيتفرجوا على المباريات دي بالتاكيد، بيشوفوا قد كده في جمهور سعيد في المدرجات، في افتتاح مبهر جدا جدا للبطوله، بيتكون لديهم ثقافه جديده للناس في العالم كله ان مصر دي قادره امنه، شعب محترم جدا مثقف عارف يتعامل مع البطوله بشكل لائق جدا، ما عندناش اي مشكله في اي حاجه، الناس ماشيه 24 ساعه في اليوم، الافارقه واحنا كان عندنا اكثر يعني الارقام اللي وصلتني حوالي مثلا 1000 مراسل صحفي اجنبي بيتابع البطوله. لا ده وصلوا في الاخر بعد النهائي الى 5000 تقريبا. طيب حضرتك متخيله كميه الصحفيين اللي موجودين اللي كانوا بيوصلوا، بعضهم بيكتب حاجات مغلوطه تماما عن المجتمع المصري وعن الوضع الامني في مصر، ان الصوره تبدا تظهر بشكل حقيقي. الناس انا بشوف انه اللي خد القرار ده يعني دي رساله لينا كمان كشعب مصر بقى وكصانعي سياحه. قلت لي مفيش يعني مفيش حجه لحد بقى، مفيش حجه لحد. طيب خلينا نتكلم برضو عن السياحه في ظل احنا دلوقتي الحمد لله المساله اختلفت للافضل نوعا ما برضو، لكن لا تليق بالمقاومات السياحيه اللي عندنا، فازاي نفتح برضو سوق جديد ويبقى عنينا على القاره الافريقيه؟ انا بشوف ان افريقيا دي كنز. بعد الفاصل بقى نتكلم. ما هي كنز فعلا. طبعا كنز، ومن باب مش استغلال هذه الكنوز او هذه الثروات، لكن من باب حتى المصلحه المشتركه والتعامل على المستوى الشعبي، التعامل الطيب. هنرجع لده مع ضيوفنا بعد الفاصل في الحياه اليوم والمكاسب اللي اتحققت بعد تنظيمنا لبطوله امم افريقيا. نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. نرجع لموضوعنا اللي بنناقش فيه مع ضيوفنا عن الشغل الرائع اللي الدولة المصرية قامت بيه في تنظيم بطولة أمم إفريقيا والمكاسب اللي اتحققت سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي وطبعا على المستوى الرياضي، غير طبعا نسيب موضوع منتخبنا على جنب، لكن أنت بتتكلم عن أشياء اتحققت في المشهد الرياضي من الممكن أو بالتأكيد لازم يتم البناء عليها في الفترة اللي جاية. أرجع على المستوى السياسي وكلمي مع معالي السفير صلاح حليم نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه، وبجد ترحيبي كمان بالخبير السياحي استاذ عاطف عجلان عضو غرفه شركات السياحه، ودكتور طارق الادور الناقد الرياضي، اهلا وسهلا بكم معنا مره ثانيه. ومعالي السفير، في الجزء اللي فات من مناقشتنا كنا بنتكلم عن الدور المصري في افريقيا والمتغيرات اللي حصلت خلال كام سنه اللي فاتت وصولا ان مصر ترأست الاتحاد الافريقي. هل بنتكلم دلوقتي ان احنا بنأسس مرحله ثانيه في علاقتنا مع الاشقاء الافارقه، دور ثاني قائم على مش بس كنا بنتكلم على ان افريقيا كنز، لكن كلام كمان على المستوى السياسي وانعكاسه على المستوى الاقتصادي، الاثنين يكونوا وجهين لعمله واحده زي ما بتقولوا بلغتكم. فازاي ده اتحقق على الارض او في المرحله اللي جايه كمان المفترض يحصل ايه؟ يعني وانا حضرتك يعني لو نلاحظ مصر في فتره رئاستها الاتحاد الافريقي اللي بدات هذا العام، ايوه 2019 مصر كان عندها رؤيه جاءت بها الى الاتحاد الافريقي وطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الافتتاحي عندما تولى مهمه الرئاسه. وطرح العديد من الملفات سواء كان الملف الامني او الملف السياسي او الملف الاقتصادي او الملف الاجتماعي. والملف الاجتماعي بيشمل طبعا دور الشباب ودور المراه. المرحله دي يعني احنا حققنا في هذه في خلال فتره النصف الاول من 2019 كثير من المكاسب. سواء كان ذلك في الملف الأمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإجدار بالبشر واللاجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية، هذا على المستوى الأفريقي بصفة عامة وفي إطار من التعاون الدولي، وأيضا فيما يتعلق بالأمن في منطقة البحر الأحمر وفي منطقة الساحل. هناك دور مصري واضح جدا في دعم عمليات مواجهة الإرهاب ومكافحة الإرهاب من خلال سواء العلاقات الثنائية أو العلاقات متعددة الأطراف. فيما يتعلق بالملف السياسي واضح جدا أن مصر لها دور كبير جدا في القضايا الساخنة، سواء كانت مثلا قضية ليبيا، قضية السودان، جنوب السودان، الصومال، بعض القضايا الأخرى الموجودة في القارة الأفريقية، سواء كانت بدعم سياسي أو قيام
بدور وساطة. فيما يتعلق بالملف الاقتصادي هو هناك إنجاز كبير جدا، اتفاقية التجارة القارية، اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودي فتحت مجال كبير جدا للاستثمار سواء في البنية التحتية أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قطاعات زراعية أو صناعية أو تعدينية، وأيضا السياحية برضو بنشير إليها باعتبار القارة الأفريقية مصدر كبير جدا للسياحة، خاصة في إذا تم نوع من التعاون بين دول أفريقية اللي فيها السفاري مثلا، ممكن يبقى في نوع من التعاون بين خلينا الدول نشرك الأفريقية. أستاذ عاطف في الجزئية دي، السوق الأفريقية وإزاي يكون ليها موطء قدم فيها؟ في الحقيقة احنا أغفلنا السوق الأفريقية خلال السنوات اللي فاتت بشكل كبير جدا. كنا بنعتقد أنه الدول الأفريقية والشعوب الأفريقية أفقر من الدول الأوروبية أو مع الأسواق اللي احنا بنشتغل فيها، لكن الحقيقة خلال العشرة 12 سنة اللي فاتوا دول، وأعتقد سيادة السفير يؤيدني في كده، أن الدول الأفريقية عملت قفزات اقتصادية بشكل كبير جدا. دول زي أنجولا، زي السنغال، زي نيجيريا، رواندا ودول كتير. أوروبا احنا دايما أغلب السياحيين بنقول أنه مثلا أسبانيا بيجي لها 70-80 مليون سياح، فرنسا مش عارف 80 مليون سياح. عايز أقول لحضرتك أنه أحد الأسباب المهمة ده أن الأرقام كده في أوروبا، السياحة البينية ما بين الدول الأوروبية وبعضها البعض، الحتة دي احنا كنا غافلينها جدا، سواء في السوق العربي أو السوق الأفريقي. بما ان احنا بنتكلم عن السوق الافريقي النهارده، انا اتمنى على مصر الطيران ووزاره السياحه وهيئه التنشيط تتبنى فكر جديد تماما. احنا كبلد سياحيا لينا منافسين واعداء، تمام، على مستوى المنطقه وعلى مستوى العالم، لكن عندنا تفرد في بعض الاسواق بحكم موقعنا الجغرافي وثقافتنا وانتمائنا العربي والافريقي. احنا متفردين تماما في المجال ده، زائد ان احنا عندنا كوادر وخبرات اعتقد ان هي رقم واحد في افريقيا في المجال السياحي، نقدر نصدر الكوادر والخبرات ديت لكل الدول الافريقيه. لو قدرنا ننجح ان احنا نوصل لكل دول افريقيا في بيننا وبينهم اتفاقيات سياحيه مشتركه بشكل او باخر، الصوره اللي واصله لهم دلوقتي ان مصر دوله عظيمه لكل الافارقه، سواء اللي حضروا الماتشات، سواء مشجعين او اداريين او رؤساء دول او وفود، او حتى اللي كان المواطن العادي الافريقي اللي كان بيتفرج على التلفزيون، هو اللي شافه ده ما شافوش في الجابون الدوره اللي فاتت مثلا، ولا شاف في اي دوله قد كده. حضرتك كنت بتتكلم عن السياحه الرياضيه، ان دول ما عندهاش اي مقومات بتدور تعمل حدث صغير قوي عشان تكسب العالم. قطر بتحاول تنظم كاس العالم او فازت بتنظيم كاس العالم 2022 بس عشان تقول ان في دوله على الخريطه اسمها قطر بس. مصر بقى بتاريخها ده كله تقدر تستغل البطوله الافريقيه ديت، كنا ممكن نستغلها اكثر في اثناء ان هي موجوده على ارضنا، لكن الفرصه لسه ما فاتتش، نقدر نستغلها اكثر الفتره اللي جايه. طيب خلونا واحنا بنتكلم برضو على المكاسب، ودايما احنا بنكرر قصه تذكرتي، تجربه تذكرتي وتجربه الحمد لله ناجحه جدا، واول لما شفنا الاجراءات السهله والبسيطه والشفافيه واونلاين وتحجز والفان اي دي وما فيش مجال الواسطه ولا السوق السوداء، على طول قلنا احنا عايزين تذكرتي دي على طول، عايزين التجربه دي تستمر معانا علشان كمان ترجع الجماهير للمدرجات او للملاعب ونشوف الاداء الراقي وعوده الاسر المصريه مره ثانيه. معانا بقى واحنا بنتكلم على الجنود المجهولين والناس اللي اشتغلت وسط الليل بالنهار علشان تخرج المشهد ده بما يليق بمصر يعني. انا معايا على تليفون استاذه ليديا متى، مسؤوله التسويق بشركه تذكرتي. مساء الخير يا استاذه ليديا، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا بيك. ليكي كل التحيه والتقدير وكل اللي شغالين في المنظومه دي يا استاذه ليديا، اهلا وسهلا بيك. متشكره. ايوه اهلا وسهلا. احكي لي عن تذكرتي والمكسب اللي اتحقق منها. تذكرتي هي المفروض ان هي تجربه جديده بتحاول تسهل على الناس الدخول الماتشات، وبتحاول تسهل برضو مرحله الدخول في الاستاد وكل حاجه. و يعني الموضوع كان حضرتوا لها واشتغلتوا عليها قد ايه يا استاذه ليديا؟ افندم حضرتوا لها واشتغلتوا عليها قد ايه قبل البطوله او يعني في وقت التنظيم؟ هو التحضير للاسف كان في فتره قصيره، بس المجهود كان كبير قوي علشان نقدر نلحق ونقدر نطلع بالصوره اللي تليق بمصر وتليق بالبطوله. فالعدد بتاع الناس دي برضو الاعداد كانت المتطوعين المشغلين معانا برضو كانوا بيساعدونا جدا بوقتهم وبمجهودهم، والجمهور كان متعاون معانا برضو. انتوا كمان كان عندكم متطوعين مش كده؟
تمام. متابعين هم اللي كانوا واقفين دايما في الاستاد مسؤولين عن التنظيم وعن الخيم والحاجات دي كلها. طيب انتوا ردود الافعال اللي لمستوها، احنا طبعا كنا دايما بننزل بالكاميرا وبتشوف الناس وهي داخله وخارجه، واكتر حاجه بتلفت نظرهم انه الدنيا سهله، بناخد وقت لكن يعني اجراءات ماشيه بسلاسه. تمام. هو فعلا يعني لما الجمهور كان الناس بتعلق ان هو ممكن يعني مع مرور الايام كان كل مره الدخول بيبقى اسهل، الفوازير بتبقى اثار، الناس بتقف في وقت قصير جدا، 5 دقايق ودخلوا جوه الاستاد. فدي كانت من اهم بصراحه الانجازات، ان احنا نلاقي ان الناس تجربه الدخول بتاعتهم الاستاد سهله ومريحه ومن غير مشاكل. تذكرتي مكمله معانا طبعا خلاص. بالظبط ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا، معلش بعتذر عشان الوقت، لكن احنا اكيد هنرجع ونتكلم مره ثانيه باذن الله ونتابع معاكم. معانا كمان على التليفون استاذ حسام وهبي، مدير قسم التصميمات بشركه سينرجي. مساء الخير يا استاذ حسام. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. كتر خيركم على الشغل وعلى المجهود، والوقت كان ضيق لكن عملت كل حاجه يعني من اول يوم لغايه اخر يوم الحمد لله بما يليق يعني. الحمد لله الحمد لله. احنا كان تيم كبير ومجتهد جدا، ويعني الحمد لله قدمنا الحمد لله حاجه جديده في مصر الحمد لله. انا عرفت ان كل اللي شغالين في المنظومه دي في تذكرتي وفي الشركه يعني معظمكم شباب، يعني الكل شباب صح؟ طبعا انا واحد من الناس اللي بتشتغل في سينرجي، وكان اللي اشتغل احنا اللي كنا مسؤولين على الحمله الدعائيه لتذكرتي، وهشام الفولي وكل التيم اللي كان بيشتغل على تذكرتي، يعني كان مجهود كبير جدا. طيب برضو كلمني على استعداداتكم والوقت واشتغلتوا ازاي، ويعني ازاي سبقتوا الزمن كده علشان المساله تخرج بالشكل اللي احنا شفناه والاشادات العالميه اللي حصلت. طيب هو طبعا احنا في شغلانتنا يعني اتعودنا على فكره السرعه والتسجيل القوي في الوقت السريع، هو دايما بتبقى التشالنج بتاعت الشركات الدعائيه يعني. فده كان بالنسبه لنا كان حاجه من الحاجات اللي احنا كانت تشالنج عندنا مهمه جدا، احنا ازاي في الوقت ده نخرج الصوره الشيك الواضحه السهله على المستلقي النتان، وفي نفس الوقت تبان في وسط الابلكيشنز والاحداث الكبيره اللي بتحصل حوالينا. فده كان طبعا يعني بسرعه جدا، كان بيحصل ريسيرش كبير جدا على كل الفتك حوالينا، ونشوف الابتدائيات حصلت فيها ايه ونحاول نطور فيها بحيث ان احنا نبقى انجزنا انجاز كان نفسنا فيه جدا في الحمد مصر. لله يا رب. الحمد لله، شكرا جزيلا ليكم وكل التوفيق والطاقات اللي شفناها وقت الحاجه وقت استدعاء كل القدرات الموجوده على ارض مصر، شفنا ده بيحصل وشفنا الشغل بجد على الارض. شكرا جزيلا استاذ حسام وهبي مدير قسم التصميمات بشركه سينرجي، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور طارق دلوقتي حضرتك انت قلت لنا محضر لك كده شويه ارقام بقى علشان لغه الارقام لا تكذب يعني. أيوة من بالزبط. المكاسب والجمهور برضو كان الرعاه الحاجات دي كلها يعني، قول لي كده الاحصائيات بتقول ايه يا دكتور طارق؟ شوفي قبل البطوله ديت كان اكبر عدد قياسي للحضور الجماهيري يعني بنتكلم في مجمل مباريات البطوله كان في جنوب افريقيا 2013. تمام. جنوب افريقيا كانت زينا كده، كانت البطوله المفروض انها تقام في ليبيا وليبيا ما قدرتش تنظم للظروف السياسيه فانتقلت البطوله لجنوب افريقيا، خدت البطوله وكان عدد الاجمالي عدد المشجعين اللي حضروا في بطوله جنوب افريقيا ديت 729,000 مشجع. الرقم ده زاد على الرقم اللي نظمنا بيه كاس الامم 2006 بشويه بسيطه، يعني احنا كنا 714,500 تقريبا، يعني زاد تقريبا نقول ايه بحوالي 15,000 او 14,500 كده. فبقى الرقم القياسي في مجمل الحضور الجماهيري في بطوله واحده هو 2013. تمام. جينا احنا في البطوله دي ضربنا هذا الرقم بكتير قوي باكتر من 200,000، وصلنا بالمباراه النهائيه ل 943. بص بقى الرقم 943,713. هتقول لي 713 بالواحد؟ اقول لك بتذكرتي بنظام الدخول الالكتروني فأنت اصبح بيتعدى تعرف كويس ملعب بملعب مباراه بمباراه معروفين. غير ايه اللي هي السبهلله اللي فاتت ديك ما كانش حد يعرف، والتذاكر اللي هي كده والحاجات والحاجات دي ما كانش تعرف ابدا يعني. اقدر اقيمها كده بالشكل، لكن الارقام دي او على فكره الحضور الجماهيري في مصر 2019 اول حضور جماهيري موثق
في مباريات اوروبا. بص على مباراه بين ريال مدريد وليفربول مثلا، هتلاقي قبل نهايه الماتش بحوالي 10 دقائق يظهر على الشاشه عدد الجمهور اللي حاضر، ده بقى بعد ما ياخدوا بالتذاكر والابواب الالكترونيه يجمعوا، يظهر لك يقول لك ايه مش عارف مثلا 78,636، تقول ايه هو بالواحد يعني؟ اه بالواحد. ما هتفرق ان انت دوله بقى متقدمه عندك طب قول لي برده في نقط سريعه عشان احنا بنختم، يعني تمام. اكتر حاجه انت حضرتك حابب تقولها النهارده واحنا انا بس عايز اوصل لك الرساله ايه؟ ده مصر خرجت من السنه اللي فاتت، يعني مصر خرجت بدري جدا والعدد الجمهور كده تخيلي لو منتخب مصر وصل حتى للمرحله الاخيره خلاص يا دكتور طارق لا لا يعني لا يعني بنتكلم في هم زعلونا وخلاص ما ربنا لا بنتكلم الجمهور اللي هنوصل لمليون وربع على الاقل، يعني 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 كنا هنزيد البطوله الجايه يا رب. دي حته مهمه جدا. البطوله ديت ضربت الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجله 102 هدف. كان البطوله العزيزه علينا بتاعت غانا لينا منهم كام؟ لينا فيهم كام؟ بالمره بقى. طيب لا بجد 102 هدف. 102 هدف. كان البطوله اللي هي بتاعت 2008 99 هدف، وكنا بنتكلم على ال 99 دول ان هم يعني رقم مستحيل يتحقق. فضربنا صحيح عدد المباريات زاد، انما يسجل رسميا ان هذه البطوله هي اكثر البطولات تحقيقا للاهداف. اول مره في التاريخ يحضر هذا الكم من النجوم، لدرجه ان اللعيبه اللي جايه من بره دولهم من في البطوله من 552 لاعب في 436 جايين من الخارج. معنى كده ان انا كل اللعيبه اللي هي المميزه اللي بيلعبوا في اوروبا اللي بيلعبوا حتى في افريقيا بس في دوله ثانيه، يعني مثلا محترفين بره مثلا في اوغندا بس بيلعب في تونس، لعيب في مدغشقر بس بيلعب في مصر كده، اللعيبه اللي بره يوصلوا 400 منهم. من ال 436 في 317 لعيب بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، يعني انا اكتر من نص لعيبه البطوله بيلعبوا في اعلى مستوى كروي في العالم. ده عمره ما كان بيحصل. اقامه البطوله في الصيف ادت الفرصه ان يحضر هذا الكم الرهيب من النجوم، فاصبحت بطوله النجوم لدرجه إن إن, ان 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 ناس كانت تحتار مين اللي هيفوز باحسن لاعب، كانت كل لغايه البطولات اللي فاتت ما انا اصلا عندي بدل مثلا ما 60% من اللعيبه المميزه موجودين، لا كان بيبقى مثلا 20% بس، الباقيين لظروف ارتباطهم بالانديه الاوروبيه لان البطوله كانت بتقام في يناير وفبراير كان طبعا ما بيقدرش. في المجمل اداء المنتخبات اللي شاركت في البطوله كان اداء محترم، واداء المنتخبات طبعا واللعيبه والكلام ده. عايز اقول حاجه بقى هي دي يمكن هختم بيها حته مهمه جدا بيسموها في السوشيال ميديا المالتي بلاير، يعني انا ايه ممكن احط خبر في جورنان كم واحد هيشوفه؟ الشويه اللي هيقرا الجورنان بس. تمام. اما يكون عندي نجم كبير زي النجوم اللي جم هنا دول زي صامويل ايتو مثلا، ما يطلع صوره وهو جنب الهرم، وما يحط صوره انفانتينو، ما يحط صوره وهو متصور جنب بولو، دعايه مجانيه ليك. ده هو بيعمل له شيرنج على مثلا الفيسبوك بتاعه، كام واحد بيعمل شير بقى بعد كده بيتعد، ده المالتي بلاير بقى. بنتكلم على ان تويته مثلا واحد عنده 9 مليون في الاكونت بتاعه اتعمل له كام ريتويت، والريتويت دي اتعمل لها كام ريتويت وهكذا. ده المالتي بلاير اللي بيوسع بيخلي فرد واحد فرد بس هو فرد من الببليك فيجرز اللي هو عشان كده احنا واحنا بنتكلم النهارده احنا بنحتفل وبنحتفي بالشغل اللي احنا عملناه وبالدوله المصريه بس مش عايزين نقفل الصفحه على كده، انه نبني على ده ازاي. ما حدش ليه حجه زي ما استاذ ابراهيم كان بيقول انه لا يبقى في شغل مستمر. لو تعليقات اخيره في جمله اخيره من حضرتك يا فندم. انا شخصيا بشوف ان احنا كقطاع سياحي وصلت لنا الرساله اشاره البدء ان احنا نرجع يعني دوله مصر تبقى دوله سياحيه من المقام الاول. نعم. نجحنا تماما خلال الشهر اللي فات ان احنا نصدر صوره اكثر من ايجابيه للعالم كله. نعم. وزي ما قلت لحضرتك ما حدش عنده في مصر اي حجه انه يقول في اي سبب لاسباب الاخفاق. تمام. انت قدرت تنجح نجاح باهر يشجعك انت تقدر تعمل اي حاجه الفتره اللي جايه. معالي السفير. تنظيم البطوله مما لا شك فيه كان نتيجه يعني جهد مكثف ورعايه قويه من جانب الدوله. المنظومه اللي قامت بعمليه اداره الحدث كانت على وفاق وكان فيها كثير من الإبداعات. كان الحدث ده له نتائج إيجابية انعكست على الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي خاصة السياحي، وأبرزت دور الشباب في عملية العلاقات بين الشعوب.
شكرا جزيلا معالي السفير صلاح حليم نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه، والشكر للاستاذ عاطف عجلان، عاطف ابراهيم عجلان عضو غرفه شركات السياحه، ودكتور طارق الادور الناقد الرياضي، شرفتونا ونورتونا. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره باذن الله على كل خير.